سلام البنات، سلام غزالتي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم شي هوايه جديده في القناه اللي غنحضروها جميع، وهي طريقه تنجال مشوي او زعلوك اللي كيجي لذيذ وسهل التحضير، ما كياخدش بزاف ديال الوقت. كما كتشوفوا عندي جوج حبات ديال الدنجال، انا خديت وحده كبيره يعني وحدة صغيرة، وكيبقى على حسب الاختيار شحال ما بغيتي. وخديت 5 ديال الحبات ديال المطيشة، وحتى هي كتبقى اختيارية شحال ما بغيتي ديري. عندي القزبر ومعدنوس مقرطين. بالنسبة للعطرية اللي غادي نحتاجو في السعلوك ديالنا، عندي شوية ديال الملحة، شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الابزار، وبطبيعه الحال الزيت باش غنطيبو الزعلوك ديالنا. كما كتشوفوا حبيباتي، انا خديت الدنجال غسلته نشفته ودرته فوق البوطه باش نشويه. وبالنسبه حتى مطيشه شويتها، وحتى هي كتبقى اختيارية ماشي بالضرورة تشوى، غير كل واحد وشنو كيبغي. حتى بالنسبة للدنجال كاين اللي كيبغيه مفور، كاين اللي كيسلقوه في الماء، انا بالنسبة ليا كيعجبني مشوي. وحتى مطيشة كنشويها معاه وما كنديرهاش خضرة. كما كتشوفوا حبيباتي، انا خديت داك القزبر ومعدنوس شحرتهم في زويتة. وبالنسبه للدنجال، من بعد ما شويته هو ومطيشه نقيتهم وقطعتهم قطع صغيرين، ودابا نزيدوا العطريه على داك القزبر ومعدنوس باش يتشحروا مزيان، ومراها غنزيدوا مطيشه والدنجال وغنشحروا كلشي ونخليوه يطيب على نار مهيله. وهذا هو الزعلوك ديالنا، وكنتمنى يعجبكم الطريقه ديال الزعلوك، ونتمنى يعجبكم الفيديو. وحتى الفلوق اخر او شيء اخرى او وصفه اخرى ان شاء الله. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه، ما تنسيش الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس. وكنشكركم حبيباتي على الدعم ديالكم، واللي بغات تواصل معايا في الانستغرام غتلقى الرابط في صندوق الوصف. وشكرا حبيباتي، وكنتمنى لكم يوم زوين ان شاء الله. حتى لشي وصفه ولا شي هوايه ولا فلوق اخر ان شاء الله. ما تنساوش حبيباتي تدعموني، وما تنساوش لايك للفيديو، وشكرا لكم.